الفندق اللي رانا فيه اليوم واحد من افضل الفنادق اللي شفتهم في حياتي، وعنده واحد من افخم الاطلالات اللي جامي شفتهم في حياتي. وقبل ما ندخلوا في التفاصيل، حبيت نديكم نشارك معكم الشومبرا اللي طوالي في هذا الاوتيل، ومن بعد نهضروا على حاجه واحده اخرى. هنا عندك صالون صغير، عندك فوتيك لي كلاك يقدر يولي بلاصه اللي يرقدوا فيه، عندك تلفزيون، عندك فريجيدار يحطوا لك فيه يشبعوا لك الغازوز، ويعطوك باني تاع لي فروي. وكي نروحوا من نلقاو الشومبرا، عندك مطرح كبير لهنا، بلاكار من هيه كاين بلاكار، وعندك جاكوزي في الشومبرا ديالك. منا عندنا تلفزيون، ومنا يا سانيتار. والحاجه اللي خلاتني نقول لكم هذا الفندق واحد من افخم الفنادق اللي زرناهم في حياتنا، هي الاطلاله على البيراميد. حاجه فخمه ولا لا؟ مرحبا بكم معنا في مصر ام الدنيا، بالضبط في الجيزه. ليله واحده في سويت كيما هذا سقمت لنا ب 90 اورو، حجزتها نهار من قبل على موقع بوكينج، وكي لحقنا لهنايا قالوا لنا لا حبيتوا تكملوا تخلصوا بكارت فيزا ديالكم ولا يخلصوا كاش بدراهم تاع المصاروه. باش نتفاهموا حاجه، البلاصه هذه اسمها جيزه، كاين بزاف لي زوتيل فيها، يبداو الاسعار تاعهم 20 اورو 30 اورو 40 اورو حتى 200 اورو، يعني سا ديبون لوتيل، سا ديبون تاع موقع تاع لوتيل. انا يا خيرت نكونوا في اوتيل اللي عنده اطلاله ديريكت على لي بيراميد. غدوه من داك جوايه 9:30 تاع الصباح طلعنا الفطور الصباح، جا عندنا واحد العامل في الفندق قالنا واش رايكم لو كان نقترح عليكم الخدمات السياحيه اللي عندنا في هذا الفندق، يكون عندك سائق يديك وين حبيت ويستناك شحال حبيت، وانت ما عليك تخير تلت بلايص اللي يديك ليهم هاد السائق، ونزيدو نحجزو لك سهره عائليه في الليل. تفاهمنا على السعر، قلت له الله يربح. وجدنا روحنا، خلصنا في لا ريسبسيون، والعربيه كانت واجده تستنى فينا. دونك البروغرام، البلاصه الاولى اللي راح نزوروها هي لي بيراميد، راح نشوفوا كامل لي بيراميد هادوك اللي طلوا من لوتيل اللي راني كاري فيه. بعد 10 دقائق مشيه بالعربيه لحقنا الاهرامات. شرينا زوج تيكيات دوكا باش ندخلوا نشوفوا لي بيراميد، خاطش هنايا بلاصه مغلوقه كامل، يعني تجوز على واحد سكانر والحاجه الشابه كامل نحاولي الميكرو تاع الكاميرا. ما باش اسكو راكو تسمعوا فيها مليح، وروزمون ما كاش الريح اليوم. كي رحت نشري تيكيات قال لي 700 دراهم، دراهم تاع المصريين. ومن بعد قال لي مين الجنسيه ديالك؟ قلت له الجزائري. قال لي اعطيني نشوف الباسبور. كي شاف الباسبور قال لي نحسبه لكم 120. وكاين حاجه ثاني، ما تقدرش تشري كاش، لازم كارت فيزا باش تشري تيكي. هذا البيراميد الاول اللي جينا له، هو القريب كامل على الدخله. اهرامات الجيزه واحد من عجائب الدنيا، راح تلقاو الكثير من السياح والكثير من الناس اللي راح يقترحوا عليك خدمات باسعار جد مضاعفه. كاين بزاف السياح في هذه البلاصه، وشنو الناس اللي راح يجوا يعيوك اكثر من السياح اللي كاين في هذه البلاصه، وين الدور يجوا يلصقوا فيك وخصنا قيد. المهم ردوا بالكم، اللي يجي يهضر معاك ما تهضرش معاه، ماشي زعما ما تقولوا لا لا ما تريبونديلوش، روح دايركت في وجهه وراح يتبعك، راح يكره لك حياتك، دونك انت لازم يكون عندك الخاطر. وبالنسبه للتنقل بين الاهرامات، انا ما ننصحكش تروح تمشي على الاقدام لانه راح تلحق نص طياب. بين الهرم الاول والهرم الثاني كاين حوالي 600 متر. نوصيكم على حاجه اللي بالك تنساوها كي تجوا لهنا، نوادر الحاجه الاولى، الحاجه الدوزيام شابو، كاين الشمس لهنايا راهي تقدي، تقعد 5 دقائق تحرقك، والحاجه الثالثه تجيب معك قرعه ما، لهنايا تلقى اللي يبيعوا الماء وشنو يحسبها لك ب 30 بدراهمهم، وهي برا دير 5، دونك تجيب معك قرعه ما، شابو ونوادر، بالك وتنساهم. كي تجي البلاصه كيما هذه راح تشم ليستوار، راح تشم تاريخ في حد ذاته. جايه في بلاصه صحراء قاحله، ما كاين والو لهنايا ابار هاد لي بيراميد والجمال، والناس اللي يجي لك يقول لك نضربك دوره ولا نصورك ولا، وبيان سور كامل بالمقابل.
حبيت نعرف حاجة واحدة، واحد فيكم ما جاتو في باله غير الشجرة لهنا؟ يا حبيبي الشمس يتصارع، أما تركاري تضلي لا ما كاش في هاد البلاصة. في هاد البلاصة كامل كاين غير هاد شوية اللي يدير ضليلة، الباقي كامل صحراء. كي تفريها مع لي بيراميد لازم تجي لهنايا باش تشوف ابو الهول، هو راس تاع بنادم والكور تاع قطة ولا سبع، كل واحد وش يحكي. واسمو هذا ايلين؟ بولبول. قلت له اسمو، قالت لي بولبول كبيرة. بعد ما فريناها مع الاهرامات دوك نروحو نشوفو المكان الثاني. في طريقك راح تشوف مصر العميقة، راح يجوك لقطات من أفلام عادل إمام، رأفت الهجان، ليالي الحلمية، مسلسلات اللي كنا نشوفهم كي كنا صغار، خاصة أحداث 2009 الجزائر مصر. بعد ما فرينا مع البيراميد دوكا جينا الأكبر متحف هنا في القاهرة. شوفوا الأسعار. السلام عليكم. تذكرتين لكن مش بالكارت، كاش. البطاقة بلوك. في كاش بالكارت بس. منين؟ الجزائر. الجزائر. شكرا. كم حاجه ضروريه لهنايا تقول لهم الجنسيه ديالك، اذا كنت عربي راح كما قلت لكم البري راح يحسبوا، ماشي كما يحسبوا الكوار. كي راح تنخلص دوكا خلص عليا، قال لي التيكي ب 60، خلص عليا للزوج حب يقول 120، بصح كي عطيت له 200 لقيت الدالي 20000، زعما كي ما خلصش بلا كارت خلص كاش. ما رانيش قادر نصور الكومالاز لهنايا خاطر ممنوع، دونك راني نسرق لكم دي زيماج باش نعطي لكم لمحه تاع واش كاين داخل هذا المتحف. المتحف المصري في القاهره فيه حوالي 180 الف قطعه اثريه، فيه تماثيل، واهم شيء اللي كاين في هذا المتحف هي المومياء تاع الزوجين يويا وثويا. كما شفتوا هادو لي مومي اللي كانوا يحنطوهم بكري، دوماج جينا على جال المومياء البرينسيبال قال لك رفدوها منا داوها لواحد المتحف ما باش وين جاي اكزاكت، حتى لحقت لهنايا باش عرفت، سينو نروح ديريكت لهداك المتحف. دونك 40 دقيقه كانت كافيه باش نزورو هاد المتحف. ناس اللي ما انتيريسيا بليستوار والحضاره الفرعونيه يجوا لهنايا، حاجه انتيريسون ضرب فيه طله. بون الدخله ماشي غاليه بزاف، تشجعك باش تدخل تزور هاد المتحف. ودوك نعاودو نرجعو الترانسفير هذاك اللي جابنا لهنا، نعاودو نروحو لوطيل نروبوزيو شويه. عشيه قال لي كاين بروغرام شباب بزاف، ماذا بيا تكملوا لا فيديو حتى لافان باش تعرفوا رانا رايحين. هاي طلعوا. نسيت ما قلت لكم، شاد الاستاذ احمد هذا اللي راه متهلي كامل بالخرجات ديالنا لهنا في القاهره. دوكا راهي 7 تاع العشيه، عاود رجع عندنا ترونسفير قالنا راني ديكم لواحد البلاصه اللي نجوزوا فيها لاسواري، ان شاء الله راح تكون بلاصه شباب بزاف. ثلاثين دقيقة من بعد لحقنا البلاصة اللي قالنا ريزيرفيت لكم فيها باش نروحو تجوزو لاسواري لتما. سهرة اليوم في باخرة سياحية على نهر النيل. الناس اللي ما عندهاش فكرة على نهر النيل، هو أطول نهر في العالم بطول 7000 كيلومتر، يبدأ من مصر يجوز على السودان يلحق حتى الإثيوبيا. الكونسيبت تاع سهرة اليوم تلحق تستنى شوية قسم يفتحوا الدخول. باش دخلنا الأخ أحمد كان ورى لهم الحجز اللي داروه من قبل، من بعد يدوك حتى المكان اللي تقعد فيه، تشد بلاستيك يبدأ الاستعراض. جابوا حبيبنا هذا بنتي إيلين وإيناس عيطولو عمو ليدور. والله ما حبي يحبس.
بعد نهاية الاستعراض وقت العشاء. كل واش تحب وشحال تحب. بعد ما خلاص العشاء عاودت ولات الحفلة، وهاد المرة حفلة خاصة بالجزائريين لأنه كانوا حاضرين بقوة. هكذا دوكا حبيت نلخص لكم واش درنا كامل اليوم. الحاجة الأولى اللي راح نهضر عليها هي الفيزا تاع مصر. إذا حبيت تجيب الفيزا تاع هاد البلاد، تحكم الباسبور ديالك، إكستري دي نيسونس، زود تصاور، إذا راك رايحهم فامي زيد دير فيش فاميليال، وروح دفعها في القنصلية تاع مصر، حيعطوها لك في أسبوع. تخلص مليون للشخص الواحد. إذا حبيت تروح تجيبها لك وكالة سياحية، كاين اللي يخدموها حتى 1,900,000. وكاين اوبسيون واحد اخرى لي انا ما كنتش عارفها حتى لحقت لهنايا لمصر، اللي عرفتها كي تلحق لهنايا لايروبور تاع مصر، تخلص 25 دولار يعطولك الفيزا تاع هاد البلاد. يعني بلا ما دوموندي ان زير ولا تكسر راسك، تلحق لهنا تعطي لهم باسبور 25 دولار يعطيك الفيزا، لصقها في باسبور ديالك وتفضل ادخل هاد البلاد. وبالنسبه للخرجات اللي درناهم اليوم، كل اوتيل هنايا في مصر يقترحوا للزبائن ديالهم هاد الخدمات. كيما نايا جا ليا واحد يخدم هنايا في لوتيل، قال لي واش عندك بروغرام، قال لي نقترح عليك انايا تروح تزور لي بيراميد، تزيد تروح تشوف ميوزي، وتزيد تروح البابور هذاك اللي شاركته معاكم مقبل. وهادو كامل قال لي نحسبهم لك ب 140 دولار، حوالي 3 ملايين بدراهمنا. كي قال لي البري تاع البروغرام، قلت حبيبنا هدايا اوفيسيال خرجت عليه ودار لافير معايا. ومن بعد كي رحت لهذوك البلايص مع القيد، لحقت لتما بديت نشوف الدعوة، قلت يا ودي هاد البلايص محال تسلك راسك معاهم، هاد العباد هادوما امبوسيبل تلقى راسك معاهم. دونك ما غلطش كي خيرت من لوتيل، او موا دار معايا لافير بردايتي، خير ما نروح عندك شي واحد برا هكذا اللي ما نعرفوش وما باليش كامل واش يكون، يكمل لي كاع الميزانية ديالي غير في الاهرامات. وبالنسبة لدراهمهم 100 يورو تجيب لك حوالي 3000 جنيه مصريه. يا ودي هذوك 3000 راح تستمتع بهم، ما راحش يخلصوا كامل. وبيان سور بهذوك الدراهم ديالك دير في بالك باللي نص المصاروة كامل اللي سالوا فيهم. قبل ما نجي لهاد البلاد قصرت مع صحابي هكذايا اللي زاروا ديجا مصر، قالوا لي يا ودي نص من الميزانيه ديالك غير حطها تاع بقشيش تاع التيبس. انا واش قلت لهم ماشي بروبليم، عندي شويه اكسبيريونس بار اكزومبل في تونس في دبي، الناس اللي دومونديو شي البقشيش. بان كي لحقت لهنايا لقيتها حاجه مختلفه. حبيبنا لو كان ما تعطيلوش تيبس والله العظيم ما يخرجك من الشومبره. تخيل روحك نتايا تروح لكاش جيشي باش تشري تيكي باش تدخل كاش ميوزي، ولا تعطيلو دراهم يرجع لك الصرف ومن بعد يقول لك اذاكش ما ترمي علينا. ما نحتمش عليك بصح انت اذاكش ماك حاب ترمي علينا، شو اللي حطك في واحد البوزيسيون يحشمك فوق اللازم. نامبورت بلاصه تدخل ليها كاين عباد شغل ما تديهاش فيه باللي هذاك البنادم شغل راح يطمع يدوموندي الصرف، ما بصح يقول لك يا وديكش ما ترمي عليا راح تنورنا. شوف اذا سمعت الكلمه هذه راح تنورنا، اعرف باللي حبيبنا راه حاب يدي مصروف. المهم ديروا في بالكم هنا في مصر تقولوا السلام عليكم يقول لك نورنا، ديروها مليح في راسكم. وهكذا كانت زيارة خفيفة تاع هاد البلاصة لي فريمون تستاهل تزورها الا كان خطرة وحدة في حياتك. الساعة دوكا راهي الزوج تاع الصباح، نوجدو دوزانا، نوجدو الباجاج ديالنا، عستة تاع الصباح راح يجي عندنا ترونسفير لي راح يدينا لولاية واحدة أخرى، وفي هاديك الولاية راح يبداو لي فاكونس ديالنا إن شاء الله في واحد من أفخم فنادق في هاديك الولاية. وإذا كنا ملحيين إن شاء الله راح نشارك معكم أدق التفاصيل تاع لي فاكونس ديالنا في هاديك الولاية. كونوا في الموعد، السلام عليكم.